تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات وقصف المدفعية على أنحاء غزة لليوم الرابع بعد المئة من العدوان غير المسبوق على القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل فلسطينيين في مدينة رفح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة ومنطقة بني سهيلة شرقي خان يونس، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط مستشفى ناصر الطبي. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة أن نحو 172 فلسطينيا استشهدوا، فيما أصيب 326 آخرون خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد ضحايا العدوان في القطاع ل 24,620 شهيدة، إضافة إلى 61,830 مصابة، فضلا عن آلاف المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة.